السلام عليكم ورحمة الله، معكم عباد وجيتكم فيديو جديد عن سولو ليفلينج. في فيديو اليوم راح نحكي عن شغلة جدا مهمة ممكن الناس كلها مو عارفتها، اللي هو الكرافت والفيوز. الكرافت والفيوز شغلات جدا مهمة، بس مشكلتها انه هي بدها موارد شوي نادرة مشان تقدر تعملها. هي الكرافت والفيوز هن شغلات جدا مهمة بيساعدوك بنهاية اللعبة او بالنص اللعبة الى النهاية، اللي هو بيخلوك تقدر تصنع اسلحة وتصنع سكلات لشخصيتك. اول شيء بنفوت على الكرافت. الكرافت هو في عندك شغلتين. اول شغلة انك انت فيك تصنع شغلات اوريدي انت صانعها، مثل مثلا اذا انت عندك سلاح اساسار بدك تعمله مرة تانية، ليك اذا جمعت الموارد فيك تعمله ليفل 2 وهكذا. وشغلات تانية اللي هي ماتيريال بتطورها، يعني هي اللي هي اللي بتطور سكلات الهيرو، وهي نفس الشيء، وهي اللي هي تبع الجير اذا انت عندك السيلفر وبدك سوري عندك البرونزيه وبدك البنفسجيه عن طريق هي فيك تعملها، وهون نفس الشيء وهي نفس الشيء. هلا بنيجي للشغله الثانيه اللي هو الاسلحه. الأسلحة تبع الشخصيات الأساسية اللي موجودة باللعبة، كل واحد منهم فيك تعمل له سلاح عن طريق هدول الشغلتين. طبعا هدول الشغلتين منين بتجيبهم؟ هلا هي حاليا متوفرة عند شوبين، بتروح على الشوبات. لا هو قايل لك انه هون بتاخذها، بس انا مو شايفها هون بصراحة. باقي نروح على الشوب تبعها، اللي هو الشوب تبع الباتل فيلد اوف تايم اكسشينج. لما تلعب المرحلة ويصير عندك رانك وتاخذ جوائز الرانك، بتقدر من عن طريق هون تشتري اكثر من شغله. مثل ما انتم شايفين موجوده ب 30، مو غاليه، فيك تشتري منها قد ما بدك. عرفتوا كيف؟ 10 مرات كل 31 يوم، ما بعرف اذا هي كل 40 يوم ولا كل 31 يوم، ما بعرف قديش بتعمل مره ثانيه ريسيت. والشغله الثانيه اللي بتحتاجها اللي هي وهي كمان بتاخذها من هون بس حقها 400، بقى هي شوي غاليه بصراحه مشان تقدر تاخذها. بس في كمان عندك مكان ثاني بتاخذ فيه هي، وبتاخذ فيه هي كمان اللي هو من هون. اغلب الشغلات اللي بتحتاجها مشان تطور او تعمل كرافت، تصنع سكيل معين او تصنع شغله معينه من ليفل اعلى من الليفل اللي انت عندك اياه عن طريق هون. مثل ما انتم شايفين اذا انت عملت سالفج لسلاح اس ار بيعطيك هي، اذا عملت لار بيعطيك هدول. خلينا نروح نشوف، بنفوت على الأسلحة. خلينا نقول مثلا بنعمل سالفج لهاد، ثواني خلينا نشوف نعمل لواحد. شايفين بناخذ 6 من هي، إذا بدنا نعمل لهاد بناخذ 30 من هي. مو نصيحة بصراحة، خاصة مو نصيحة هلا، لما تمكس السلاح ليفل ماكس ساعتها بقول لك إيه اعملها، بس حاليا لا. هلا الار اوكي الار عملها، بس الاس ار حرام هلا تروحها، بقى نصيحه مني لا تسوي، خاصه انه انت بدك تروح اذا 6 يعني بدك بحدود ال 12 الى 13 سلاح اس ار رح تقدر تاخذ وحده منها، وهي كل يوم بتعمل ريسيت. هي الحلو انه كل يوم بتعمل ريسيت. بقى نصيحه مني اشتروا الشغلات هي واعملوا كرافت وطوروا اسلحتكم او طوروا. هلا بصراحة أنا أعتقد أحسن شيء أنك لا تستخدمها على هدول، استخدمها على السلاح أول شيء، بعدين استخدمها على هي إذا أنت بدك تطور شخصيتك. طبعا هي المورد كمان أنت هلا حاليا بتاخده من لأنه راح تحتاج هي اللي هو أدفانس مانا كريستال، راح تاخده اللي هو من الإكسشينج شوب تبع مانا كريستال إكسشينج. المانا كريستال إكسشينج اللي هو هاد، كل يوم فيك تشتري 20 وحدة. عرفتوا كيف؟ بتاخذها من عن طريق الفراجمنت او لو تير مانا كريستال. لو تير مانا كريستال طبعا بتاخذها من الجيت، لما تلعب الجيتس بتاخذ عن طريق البوابات هي، بتاخذ اللي هو بتاخذ عن طريقها هون عن طريق المايننج، سوري عن طريق المايننج هيك بتاخذها. بقى نصيحة مني اعملوا ماين قد ما بتقدروا عشان تقدروا تاخذوه. انا اشتريت امبارح 10 وهلا شوف فيني اشتري 10 ثانيات. بقى هي بالنسبة للفيوز، انا بصراحة شرحت لكم المتجر كمان بنفس ذات الوقت. انه المتجر هو عبارة عن 3 شغلات ولا 4 شغلات، انا شرحتهم كلياتهم بهذا الفيديو، انه انت راح تستخدمهم كلهم اذا بدك تطور وتعمل اللي هو كرافت. عرفتوا كيف؟ هذا اللي هو بتاخذوه من السحب، لما تسحب على الشخصيات بيعطوكم البوينت هي. البوينت هي فيك تشتري فيها هي، مو نصيحه تشتروا هي ابدا لانه هي
للشخصيات اللي اعتقد الاس ار والاس اس ار بقى مو نصيحة تشتروا هاي، اشتروا هاي اوكي بس لا تشتروا هاي، بس الباقي بصراحة مفيد جدا، انه خاصة اللي هو هاي هلا بنحكي عليها شفاءتها، بس كمان 120 جدا عالي. انا من هون بصراحة لحد الان بس اشتريت، ولا اشتريت شيء اعتقد، ولا مرة اشتريت، لا ولا مرة اشتريت شيء من هون، بس ممكن يصير اشتري لانه هدول بحتاجهم عشان اقدر اطور شخصياتي، بقى ممكن استخدمها، بس انا من هون ما استخدمت شيء لحد الان، هذا بستخدمه بشكل يومي احيانا، بس طبعا ما بشتري كثير شغلات، بشتري شغلة او شغلتين بدي اياهم معايزهم ضروري، لانه كمان جدا غالي، لازم يرخصوا، لازم يرخصوا كثير غالي الشوب خاصة هاد. هلا هذا لا بأس فيه، مو غالي، خاصة انه انت كل شيء بتاخده من هون، يعني هدول بتجمعهم فري وهدول بتاخدهم فري، فهذا الشيء ابدا مو غالي، بقى نصيحة مني اشتروه، خاصة المفاتيح انا امبارح بلشت اشتريها كل يوم تنتين بتنتين بصراحة. واخر شغلة اللي هو هدول طبعا لازم تتوصل رانك لحتى تقدر يزيد رانكك وتاخد هدول بعد الشيء، كمان هدول فري كلياتهم، باشتروهم كلياتهم ما راح يكلفوكم شيء، مع الوقت بتشتروهم. هلا بقى هيك خلصنا من الكرافت اللي هو مثل ما قلت لكم، ليش لكم انا موارده شوي غاليه، لانه موارده بصراحه نادره، يعني شوف ما عندي ولا واحده من هاي عندي منها بس 5، واذا استخدمتها يعني فيني اعلي سكيل واحده. هاي عندي منها 8 بس، هاي عندي منها 37، وهي عندي منها الحمد لله منيح، لانه هلا صارت الجيت الاس تعطيني منها شوي، بس عندي من هي 600. بقى هي هي الشغلات اللي هو بالكرافت الضرورية. هلا بنحكي بقى على الفيوز، الفيوز هون انت بيطلع لك الشغلة اللي جدا مهمة اللي هو السكيل رون، السكيل رون والبليسنج رون. البليسنج رون هي انه البليسنج رون اللي هي خلينا نفرجيكم اياها انجنو، البليسنج رون هن هدول بس ليفل 50 بناخذ هاي اللي هي باف بزيادة بتعطيك يا الباف اللي احنا حاليا اخذينه اللي هو لما نموت نرجع بنعيش ب 4% من الماكس اتش بي تبعنا، فينا ناخذ هاي اللي هي بتنقص الدمج اللي بناكله لما يصير اتش بينا اقل من 30%، هاي بالنسبة للبليسنج. السكيل اللي هنن هدول مثل ما انتم شايفين انا عندي سكيلات كتيرة وعندي رونات كتيرة، لاني انا كل ما يصير عندي شوية فيوز بروح بسويهم. شوفوا هون عندي وحدة، عندي وحدة، عندي وحدة، عندي وحدة، عندي وحدة، عندي تنتين، عرفتوا كيف؟ فلا هي اعتقد قوية، دمج جيل 3 تنن ما بحبها. بقى البليسنج هي كتير جميلة بس نادرة كتير، والتانية مو نادرة كتير فيك تعملها. بقى خلينا هلا نفوت نعمل كم وحدة فيوز وفرجيكم شو بصير. طبعا هي بدك مصاري، هي بدك بلسنات تانية لحتى تطلع لك. السكيل رون بدك ثلاثة دوب، انا هي انا طلعت لي منها دوب، بدك ثلاثة دوب رح تقدر تعمل واحدة جديدة، عرفتوا كيف؟ اذا بدك سكيل رون معينة، انا هي بتعطيك فراجمنت بس، هي بتعطيك بليسنج ستون بس بدها الباودر، الباودر شوي نادرة حاليا باللعبة، بقى فيك تشتريها من الشوبات، وفيك انت لما تلعب المراحل اللي هي الباور اوف ديستركشن بيعطيك منها، بس حاليا مو موجوده، عرفتوا كيف؟ بتاخذ البليسنج بس حاليا احنا عندنا 200، يعني فينا نعمل تنتين سكيل. خلينا نشوف شو راح يطلع لنا. بس بنفسجيه، يا عفو الله بنفسجيه. والحلو شوف بتلفل، يعني السكيل تبعك بتلفل لما تعمل هالحركه، لفلت لفلين، بس المشكلة هي ما بحبها أنا. خلينا بعدين بنشوفها. هلا بنعمل فيوز تانية. هي عنا ياها. لا ما عنا ياها. قام بلا عنا ياها بس دوب. هلا بنيجي لهون شايفين صار عنا تنتين. بس يصير عنا الثالثة بنيجي بنعملها. طبعا الفراجمنت هدول في كتير أماكن فيك تاخذهم. بالريد جيت بيطلعوا لك. بالسكيل رون إذا أنت جو تو سكيل رون شوب، بالشوب كمان. خلينا نشوف اذا هلا فينا نشتري. قديش بدنا نحن؟ بدنا 30 مشان نقدر نعملها. بقى خلينا نروح على الشوب نشوف اذا فينا نشتري 30. نشتري 10 ب 20 نشوف بس اول شيء اذا في شوبات ثانيه بتعطيها ولا لا. لا
لا معناها بس هون من السحب، يعني بقى بنشتري من هون 20 ومن هون 10. هلا يمكن مو نصيحة تعملوا اللي انا عم اعمله لانه اغلى من التيكت، تخيلوا اغلى من التيكت. لا روح اشتري 10 تيكتات احسن لك. بس انا مشان نفرجيكم بالفيديو هلا بروح للفيوز، صار معنا 100. بدنا ليجندري، ياه صارت ليفل 3، ما كان عندي اياها. هلا بقى بنروح بنشوف شو اللي طلعوا لنا. طلعت لنا هاي when the skill you is used increase crit hit، بتعمل increase للكريت، نعملها نحط عليها. بس انا بدي اشوفها اللي هي هاي اللي طلعت لي ايبك ايبك. خلينا نشوف شو بتعمل. medium damage dealt to bosses and elite monster increase by 60%. 60% يا عفو الله، بتزيد بنسبة 60% الضربة هاي والميديم بريك. بس المشكلة انه هي بستخدمها، انه هي انا كمان هلا طلع لي هاي، كل ما يطلع لك رون بتلفل الحركة هاي. يعني الحركة هي انا عندي اياها حاليا بتعمل دمج، اول شيء بتعمل بريك هيفي، ثاني شيء بتعمل دمج مرعب. بقى بصراحة راح ضل استخدمها، ما راح استخدم هاي. بس والله 100 والله ممكن نجربها، ممكن نجربها. ستين بالمية هي الحلو فيها، انه انت بتعمل على البوسات 60% دمج زيادة لما تستخدمها لهي الحركة. بقى بصراحة حلو، بس مشكلتها دمجها ما بعرف، جربها بعدين، جربها بعدين. وخاصة انه هي بريك ميديوم، هي هيفي، فهي عندي بالنسبة لي احسن. هي لايت وهي هي لايت، لانه بتعمل تنتين، 3 مرات فيك تستخدمها، عرفت؟ 3 مرات فيك تستخدمها، يعني ممكن كمان نجربها صراحة. وهي شو بتعمل؟ ريست ذا كول داون اوف كوماندر تاتش، يعني اذا استخدمت هي فيك تستخدم هي مرة ثانية. بس انا مو مستخدمها عشان هيك ما حد تفيدني. كوماندر تاتش كمان عندي واحدة لها بتعمل دمج زيادة، كل ما ضربت اكثر ناس كل ما بتعمل دمج اكثر. بقى هيك بتجيب السكلات. نصيحة مني جمعوها واعملوها، وإذا صار عندكم دوبات تعوا لهون اعملوا ريسيت وبتاخذوا شغلات جديدة. إذا بدك الليجندري لازم تعمل الإبك وهكذا. يعني إذا بدك إبك بتعمل من الرير، إذا بدك الليجندري بتعمل من الإبك. بس طبعا الإبك لساتها كتير صعب إنك تجيبها. بقى بس هون بكون وصلنا لهذا الفيديو، ما عجبتكم استمتعتوا فيه، استمتعتوا فيه لا تنسوا لايك للفيديو. شكرا على المقاطعة، شكرا جميل، نشوفكم على خير فيديوهات تانية. مع السلامة.